مشاهدينا اهلا بيكم معنا وحلقه جديده من برنامجكم صحتك. حلقتنا النهارده بعنوان علاج حب الشباب. من المشاكل اليوميه المتعبه جدا ومرهقه لكل شاب لما يكون عنده فعلا حب الشباب او بيعاني من حب الشباب، التخلص منه شيء صعب جدا والعلاج منه ساعات بياخد وقت طويل ويكون بطيء للغايه. لكن المهم النهارده والتاني النهارده هنتكلم بشكل خاص جدا عن العلاجات لحب الشباب والتقنيات الحديثه العلميه اللي وصلنا لها في هذا الموضوع تحديدا. يسعدنا جدا ويشرفنا يكون معايا ضيفي الاستاذ الدكتور حامد عبد الله، استاذ الامراض الجلديه والتناسليه والعقم، كليه طب جامعه القاهره، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحه. نروح لفاصل قصير ونرجع لكم ونبدا نقاشنا مع دكتور حامد، خليكم معنا. أستاذ دكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة، استشاري إصلاح تشوهات الأعضاء التناسلية، واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي. عناوين العيادات: عيادة الجيزة 28 شارع مراد أمام مطرانية الجيزة برج سكاي سنتر، عيادة مصر الجديدة 71 شارع عثمان بن عفان ميدان سفير مصر الجديدة. تليفونات العيادات 0-165-22-313 أو 010-69-27-22-21. يسعدني أرحب بكم النهاردة في الفرع الجديد للعيادة بعد فرع الجيزة، وهو في منطقة مصر الجديدة اللي بيكن لها معزة خاصة هي وأهلها. الفرع ده مهيئه بكل أنواع التجهيزات لكل ما يتعلق بعلاج العقم عند الرجال، وكل ما يتعلق بأمراض الذكورة، وكل ما يتعلق باضطرابات العلاقة الزوجية عند الرجال. وبالتالي مجهزينه ومتعاقدين مع معمل مهم جدا، إن احنا بنعمل كل التحاليل اللي تخص الرجل، وكل ما يتعلق بالصحة الزوجية والصحة الإيجابية بتاعته بتتعمل كلها في نفس اليوم بالنسبة لخدمة أهالينا اللي في المحافظات. العيادة كمان مجهزة بقسم خاص للأمراض الجلدية، وبالذات الأمراض الجلدية التي تحتاج علاج خاص، تحتاج علاج دوائي وعلاج موضعي، وتحتاج إلى إشعاعات أو تحتاج إلى ليزر. كل حاجة بتخص الجلد والجمال إحنا بنهتم نعرف إيه السبب العضوي اللي وراها عشان نعالج صح، وبعدين بعد ما بنعالج السبب نفسه بنعالج بقى بعد كده آثار زي آثار الحبوب، لو في تصبغات على الجلد، لو في اي مشاكل بعد كده بنعالجها. في قسم خاص بالأشعة البنفسجية لعلاج أمراض الصدفية المستعصية وعلاج الثعلبة وعلاج البهاء. نعالج تساقط الشعر بحاجة اسمها جلسات الخلايا الجذعية، بنمشي على الشعر بطريقة معينة وبسنون رفيعة جدا، بتبقى حاجة غير مؤلمة خالص، بيبقى فيه قبلها بينج، وبعد كده بنحط المواد بتاعتنا اللي هي بتبقى متكونة من الخلايا الجذعية عشان نحفز بصيرات الشعر ونقوي الشعر اللي موجود. بالتالي الشعر لو بيتساقط بيقلل التساقط جدا، ولو في أماكن فيها فراغات في الشعر بتبتدي تتملي تاني، ومع العلاج المستمر والمتابعة بيرجع الشعر كويس جدا ويمكن أحسن من الأول كمان. بالإضافة كمان في العيادة فيها قسم مخصوص لتخسيس الجسم بدون جراحة خالص. عندنا قسم لإذابة الدهون بجهاز الكرايو أو التبريد،
بتشيل الدهون من اي منطقة في الجسم بدون اي تعرض لجراحة او لتخدير. عندنا كمان بنعمل حقن موضعية لإذابة الدهون في اي منطقة من الجسم بدون الاحتياج الى اي جراحة او الى اي تخدير. عندنا كمان جهاز ليزر لإزالة الشعر في الجسم. عندنا كمان خدمات تجميلية كويسة جدا خاصة بالبوتوكس والفيلر. وعلى فكرة الاستخدامات بتاعة البوتوكس والفيلر عندنا مش مجرد التجميل، عندنا بوتوكس لإزالة التعرق الشديد في الإيدين أو الرجلين، عندنا كمان قسم خاص لعلاج كل ما يتعلق بالضوافر وكل اضطرابات الضوافر والشعر، لأن هي دي ممكن تكون علامة على أمراض جلدية داخلية. كمان عندنا لعلاج مسار حب الشباب، الحفر اللي بتبقى موجودة بالذات في الوش، طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا عند ناس كتيرة مش بس بنات وولاد، لأن بتبقى علاجها صعب ومش بتروح ولا بكريمات ولا بالعلاجات العادية يعني. في النهاية بيسعدني أرحب بيكم في الفرع الجديد في مصر الجديدة، وأهلا بيكم دايما في كل ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية وأمراض الذكورة عند الرجال، وكل ما يتعلق بالأمراض الجلدية والتجميل عند السيدات. مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجكم صحتك. حلقتنا النهارده عن علاج حب الشباب، والحقيقه مصدر مزعج جدا يومي للناس اللي بيعانوا من حب الشباب في السن المعين اللي بيكون بيطلع فيه بشكل كبير. سعيدني جدا وشرفني في حلقه النهارده يكون ضيفي الغني عن التعريف الاستاذ الدكتور حامد عبد الله، استاذ امراض الجلديه والتناسليه والعقم، كليه الطب جامعه القاهره، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحه. اهلا بحضرتك معانا دكتور حامد. سعيد مشرفنا كالعاده، وحلقاتنا دايما بتكون غنيه جدا. انا اللي بس حضرتك اشرف دكتور حامد. لما نيجي نتكلم عن حب الشباب، المصدر المزعج جدا زي ما بنقول دايما كده، متعب جدا للشباب، مزعج ان شخص يبص في المرايه يلاقي بعض الحبوب اللي مش عارف يتخلص منها، يعني بتقعد وقت طويل مع سن الشباب. تمام. بشكل عام كتير نسمع عن الليزر والعلاجات بالليزر، ويمكن في تخصصات مختلفة وفي أشكال كتيرة واسعة، عن الليزر مع علاج حب الشباب، هل ده من العلاجات الحديثة اللي ممكن نتكلم عنها النهاردة مع حضرتك؟ لا، هو الحقيقة الليزر له دور، بس دوره بيبدأ بعد العلاج. يعني في مرحلتين، في مرحلة علاج الحبوب نفسها دي دور الليزر بيبقى محدود قوي فيها، وفي مرحلة بتبدأ بعد ما الحبوب بتروح. بيفضل دايما، وده اللي بيؤرق المريض أو المريضة بالذات أكتر، طبعا هما اللي بيقلقوا أكتر البنات، اللي هي الأثار اللي مترتبة على بعد ما الحبوب بتروح. هنا بقى بيبدأ دور الليزر، وهنا لازم نميز بين الليزر. الحقيقة هو من الحاجات المهمة جدا ومن الحاجات الأساسية في علاج بعض الأمراض الجلدية، لكن لازم نبقى واقعيين أو عمليين شوية أو علميين بمعنى أصح. وهنا بهمس في أذن بعض الزملاء الأطباء أن مش كل حاجة نقول عليها للمريضة ليزر وخلاص. لازم يهمنا مصلحة المريض ومنفعته قبل حساب أي مصلحة أخرى. فكده عشان أكون واضح من البداية، حب الشباب دي التهاب في الغدد الدهنية، بيصيب الوجه أكتر مكان، ممكن يصيب أيضا بعض الأماكن الدهنية الأخرى مثل أعلى الظهر، الرقبة، أعلى الصدر، الذراعين. وممكن برضو، ودي حاجة برضو جديدة بنحب دايما نضيف حاجات بالنسبة للناس عارفاه، انه مش شرط انه يحدث في مرحلة الشباب، ممكن يحدث في الثلاثينات والاربعينيات كمان. لو البشرة فضلت دهنية، هو سبب حدوثه في مرحلة الشباب انه بتبقى في بعض التغيرات الهرمونية مع سن البلوغ للشاب او الفتاة، فلو كانت بشرتها دهنية شوية بتحدث الالتهاب ده. فزي ما هو باين من اسمه، بمناسبة جزئية الليزر قبل ما نتكلم على العلاجات المختلفة، زي ما هو باين من اسمه هو التهاب.
ومن الحاجات الكتيرة قوي اللي ممكن تزوده هو التعرض للطاقة الحرارية أو الضوئية. كتير قوي من السيدات والبنات اللي بيعانوا منه بتقول لي أول ما أروح المصيف ألاقي الحبوب زادت قوي خصوصا في ظهري وكتفي أو وشي، مع التعرض للشمس بتاعة المصيف والرطوبة بتاعة المصيف والضوء طبعا، القعد في البحر أو في البسين طول النهار والشمس بيزود الحبوب التهاب ده طبعا. فبالمنطق الليزر ده طاقة ضوئية حرارية برضو، فمش أي عيان أو عيانة كده عنده حبوب أقوله يلا تعالى أعمل لك جلسات ليزر لمجرد بس المكسب المادي وخلاص. لا، الليزر في بعض الحالات اللي هي بتبقى ملتهبة جدا ممكن الليزر يجيب نتيجة عكسية، باعتباره هنا بيشتغل زي طاقة حرارية وضوئية على حتة ملتهبة أصلا فتزيد من التهاب. ساعات بنستخدم بعض الموجات في الليزر اللي هي مضادة للالتهاب، بس ده الحقيقة يعني مش هو ده الدور الأساسي له، لا مش هيقضي عليه لأنه ده فيه بيبقى فيه نوع من البكتيريا داخلة فيه وبتاع، يعني مش مجرد أي حالة كده أقول لها يلا نعمل لك ليزر وخلاص لمجرد الـ. إيه الحالات يا دكتور حامد اللي ممكن فعلا يبقى علاجها يكون بالليزر؟ ده بعد بقى بعد ما نعالجه، بعد ما نخلص علاج خالص. لا مش علاج، لا بعد ما نخلص علاجه خالص، وعلاجات زي ما هنشوف دلوقتي متعددة كتيرة جدا ومعظمها لازم علاج دوائي بالفم والمدة شهور طويلة ياخد وقت في العلاج. طبعا علشان ما ترجعش تاني، وبعد ما نتأكد خلاص ان ما فيش بقى اي اصابات جديدة ومش فاضل عندي غير الاثار سواء كانت لون او اثار غائرة اللي هي الحفر الصغيرة ديت او الغائرة ديت، بنعالج الاثار بقى ساعتها. في الحالة دي بس بنتكلم عن ممكن من ضمن برضو وسائل العلاج كتيرة للاثار الليزر، يعني حتى مش هيبقى العلاج الوحيد، ممكن نعالج الاثار بحاجات كتير تانية. لكن الليزر ده زي عشان يبقى الناس عارفة دوره الحقيقي في علاج حب الشباب، في العلاج الإصابات الموجودة حاليا لأ، بنستنى كذا شهر لحد ما الإصابات الحالية تختفي تمام ويفضل الأثار بس، ساعتها يبقى هو من ضمن الحاجات اللي بتعالج الأثار هيبقى الليزر. ده كده دوره في النام. عظيم كده حيك سهلت لنا ولخصت لنا قصة. نعرف بقى العلاجات. يعني خلينا الأول، طيب حيك بتالي وضحت لنا الأسباب سواء البشرات الدهنية والهرمونات في وقت شوية. الهرمونات أنا بس عايز على قصة الأسباب برضو أفهم من حيك، قلت لنا جملة كده اعتراضية على الثلاثينات والأربعينات ممكن يكون في حب شباب أيضا. تمام. يعني مش الهرمونات أو تقلب الوقت بتاع التقلب الهرموني بس. لأنه هو فعلا ده الحقيقة، طبعا هي نقطة طريفة أو غريبة شوية بس هي منطقية. ليه؟ لأنه مش أي شاب أو فتاة في مرحلة المراهقة عشان التغيرات الهرمونية بتحصل له حبوب. لو هو مر بمرحلة المراهقة دي وكانت بشرته بالصدفة جافة خلاص مش هيمر بمرحلة حب الشباب، يعدي المرحلة من غير حب الشباب خالص. يبقى إذن الموضوع مش موضوع هرمونات أو شباب بالذات، الموضوع هو هل البشرة دهنية أو غير دهنية. لو البشرة دهنية بتزيد أكتر في مرحلة الشباب مع دخول الهرمونات الجسم اللي هي في سن من 12 ل 20 لو البشرة دهنية. لكن لو البشرة دهنية أصلا وعدت المرحلة بتاعت 20-22 ووصلت لحالة سن 30 وبشرتها دهنية جدا هتحصل لها حبوب، لو سن وصلت سن 40 هتحصل لها حبوب. يعني بنشوف سيدات كتير قوي عندنا بحاجة و30 وحاجة و40 سنة وعندها حبوب ودمامل في وجهها أو في ظهرها أو في جسمها، تقول الحبوب دي من أيام ما كنت لسه في ثانوي وملازماني إلى الآن ومش قادر أتخلص منها، بقى سن 40 سنة ولسه مش قادر أتخلص منها. فهنا النقطة الأساسية هي طبيعة البشرة، هي رقم 1-2-10 طبيعة البشرة هل هي دهنية أم جافة، وده العامل الأكثر تأثيرا في قصة حب الشباب. وهنا بقى في خبر كويس، لأنه كانوا زمان بيعذبوا المريض بتاع حب الشباب اللي هو إيه، ما تاكلش شوكولاتة ولا مكسرات ولا سوداني ولا مش عارف ولا آيس كريم، يحرموه من نص الأكل وهو يحرم نفسه فعلا من نص الأكل ويلتزم بكده ولا الحبوب بتطلع برضه. ملهاش دعوة. يقول لي اللي مجنني ان انا الدكتور حرمني من نص الاكل
ونص الاكل اللي بحبه شوكولاته بسكوت ايس كريم مكسرات كل الحاجات اللي الشاب او الفتاه بيحبها في السن ده وفي نفس الوقت الحبوب قاعده تطلع فبيصاب بالياس بقى يعني انا متعذب في الاكل ومتعذب في الشكل عملت كل حاجه ما اعمل ايه تاني فهي الحقيقه طبيعه البشره فبقول لو انت بشرتك جافه لو قعدت تاكل كيلو شوكولاته كل يوم وكيلو ايس كريم وبشرتك جافه مش هيطلع لك حبايه واحده صحيح وبشرتك دهنيه لو مش شربتش غير ميه بس هيطلع لك فالتركيز على موضوع الاكل الحقيقه في الحاجات الاونه الحديثه ما بقاش له دور كبير في موضوع حب الشباب سواء بالزياده او بالنقصان هي طبيعه البشره برضو هي دي العامل الاساسي ممكن عوامل تانية التعرض للشمس والحراره في عامل بقى سيء جدا برضو من السوشيال ميديا والحاجات اللي احنا دايما بنحاول نصلح افكار خاطئه من خلال ضغط السوشيال ميديا على الشباب الفتيات بالذات اللي هي الأقنعة والماسكات اللي بتتحط على الوش دي كارثه تقفل المسام او تقفل المسام جدا انت بشرتك دهنيه يعني الغدد الدهنيه عندك نشطه جدا طول الوقت 24 ساعه دهون قاعده تخرج من مسام جلدك فاقصى امل عندك ان المسام دي تبقى مفتوحه لان اي انسداد لاي خرم او اي مسام بتاعه الغدد الدهنيه يقلب بحبايه على طول او دمل وهنا برضو نصلح حاجة تانية اللي هي ايه يعني بتعذبنا طول الوقت تيجي لي البنت او السيدة تقول انا عندي المسام واسعة ومضايقاني قوي وخصوصا في المنطقة دي مسام الجلد واسعة وفي الانف مسام واسعة ومضايقاني جدا عايزة سائل او محلول قابض للمسام او منظف قابض للمسام طبعا الفكرة دي الكلمة قابض للمسام دي فكرة غير طبية على الاطلاق فكره ضد الطب يعني لما نقفل المسام هيقفل المسام هنزود لك الحبوب المشكله زائد ان الحاجه المضحكه المبكيه في نفس الوقت ان ما فيش حاجه اصلا قابضه للمسام ما فيش حاجه في الدنيا حاجه ليه بقى لان اللي دخل في اولى طب عارف انه المسام دي هي الفتحه بتاعه المجرى او القناه اللي بتخرج افراز الغده الدهنيه فلو الغده الدهنيه اللي تحت الجلد بشرتك جافة الغدة الدهنية هتبقى رفيعة جدا زي راس الدبوس والمسام بتاعتها هتبقى رفيعة جدا مش باينة طيب انت بشرتك دهنية الغدة الدهنية اللي تحت الجلد عندك كبيرة وبالتالي القناة اللي بتخرج افرازاتها منطقيا هتبقى ايه كبيرة اللي هي المسام اللي انت مضايقاكي دي فالمسام دي مش واسعة لانك انت عايزة حاجة تضيقها او الكلام الفارغ اللي بنقعد نسمعه ان تحط سائل كده يقفل المسام انا عايزه كريم او سائل او غسول يقفل المسام الواسعه طبعا دي فكره تخريفيه 100% لان الفتحه بتاعه الغده الدهنيه الفتحه بتاع المسام بتاعه الجلد هي الفتحه بتاعه قناه الغده الدهنيه وتتناسب تناسب طرديا مع حجم الغده اللي تحت الجلد وده منطقي لما يبقى الافرازات عندي كتيره جدا انا محتاج قناه واسعه تخرجها بانتظام صحيح. لو الافرازات صغننه جدا جدا اللي هي اللي بشرتهم جافه لا ما فيش عندها مسام خالص في بشرتها لا بشرتها تحس انها ما فيش عندها كان ما عندهاش غدد ما فيش حاجه خالص في بشرتها اللي هي ملساء خالص زي المناديل كده اللي بشرتها دهنيه لا لازم تبقى فيها مسام ولازم تبقى واسعه ما فيش حاجه قابضه للمسام وما فيش حاجه اسمها ماسك للبشرة الدهنية وماسك للبشرة الجافة ده نوع البشرة الماسك وده شكله البشرة الدهنية ممنوع نحط عليها حاجة لا بخير ولا بشر ولا ما تقرب لهاش وبرضو من الأخبار الجيدة بس دي هتبقى الجيدة للناس اللي بتدفع الفلوس بقى الأب والزوج والحاجة دي إنه ما فيش حاجة اسمها غسول للبشرة الدهنية تلاقي غسول للبشرة الدهنية ب 700-800 جنيه كلام فارغ كل اللي بنبقى محتاجينه هي صابونة عادية خالص من اللي بنجيبها حتى من السوبر ماركت مضادة للبكتيريا بخمسة جنيه بس لأنه مش من نوع خاص حتى خالص ما الإفرازات الدهنية دي من جوه الدكتور بيبقى شايف الموضوع من جوه الإفراز الدهني ده معناه إيه بشرتي بتلمع ومش عارف إيه وعاوز أغسله متضايقة من بشرتي اللي بتلمع ماشي أوكي الغدة الدهنية الدهون دي بتيجي لك من بره كده يعني حد بيدهنها لك فانت عايزه حاجه من بره تشيلها لا دي افرازات عميقه من غدد من جوه مهما قعدتي تغسلي هتفضل الافرازات موجوده تطلع
وما فيش حاجة اسمها تقفلي المسامة عشان ما تطلعش، وقفلت المسامة هتطلع حبوب. طيب امال انا بستخدم الصابون في ايه بقى؟ الصابون هنا في الحالة دي الدهون الكتيرة دي بينمو عليها نوع من البكتيريا هي المسؤولة عن حدوث الالتهابات او الاحمرار او الدمامل او الصديد او المدة البيضة اللي بتطلع دي. يبقى انا لو استخدمت صابونة من بخمسة جنيه مضادة للبكتيريا، فانا قطعت ركن كبير جدا في تكوين الحبوب، لان الدهون دي طبيعة البشرة. ممكن نغيرها ببعض الكبسولات هنقولها دلوقتي، لكن لا اقصد اقوله لو انا هستخدم حاجة موضعية، لأنا عايزة حاجة ماسك لأن الماسك هيسدي لي المسام يطلع الحبوب، ولا أنا عايزة منظف للبشرة الدهنية ينصبوا علي يبيعولي منظف للبشرة الدهنية بين قوسين وقابض للمسام بين قوسين برضو ب 700-800 جنيه. تقول لي أنا مستعمل مش عارف غسول إيه بتاع شركة إيه الفرنساوي مخصوص للبشرة الدهنية يشيل الدهون وقابض للمسام، اللي هي الأحلام اللي عندها يعني. طبعا دي احلام، لكن طب دي امنيات فعلا، لكن او اوهام بمعنى اصح، لكن طبيا لا ما فيش حاجه كده، الدهون بتفضل موجوده. عندي سؤال ليك دكتور حامد، يمكن معكوس. اي ممكن شخص يكون بشرته دهنيه وما يجيلوش حب شباب؟ ممكن. طبعا ده سؤال مهم قوي. ممكن لو كان بيتبع الارشادات، يعني البشره ممكن تكون دهنيه على خفيف شويه. بدري بقى يعني تمام. صحيح ما بتعرضش للشمس، ما بتحطش ماسكات، ما بتحطش كريمات بدون اي لازمه على وشها. من ضمن الحاجات اللي بتزود الحبوب قوي كريمات اللي فيها ماده الكورتيزون. كلنا حافظين للاسف او معظمنا يعني للاسف حاطط كريمات كورتيزون عنده في البيت، اي احمرار اي حبايه يقول لها حط لها كورتيزون، الكريم حط لها كريم يمكن تروح. او تلاقي بقى على الواتساب او على المسج او على المكالمات تصبح الصبح تلاقي مثلا 20-30 مكالمة، انا طلع علي حبايه، طب قول لي كريم كده حطه على ما ابقى اجيلك، او انا حطيت كريم كده ضيعها بس لقيتها زادت بعد كده اكتر. من ضمن الحاجات كريمات الكورتيزون تضيع الحبوب اللي موجوده النهارده بس تخليها اكتر بكتير بعد كده. فلو هو حل مؤقت جدا، حل مؤقت وبيزود بعد كده. لو واحد بشرته دهنيه فعلا، مش دهنيه او ما بتحطش ماسكات على وشها، ما بتحطش كريمات بدون وصفه طبيه، ما بتتعرضش للشمس كتير او للرطوبه، ممكن او بتستخدم صابون مضاد للبكتيريا بانتظام. خلاص، واذا طلعت لها كام حبايه كده قبل البيريود او حاجه، بتاخد ادويه من خلال الدكتور، بتفضل ما عندهاش حبوب خالص. فعلا حتى رغم ان بشرتها دهنيه ممكن يطلع لهاش حبوب خالص. طب خلينا نتكلم على العلاجات يا دكتور حامد النهارده. يعني ممكن الوقايه طبعا يعني اهم من العلاج، ودايما الاهتمام بالوقايه طبعا شيء مهم جدا. تمام. وخير من العلاج زي ما حفظنا. لو بقى شخص عدى بمرحله الشباب وزي ما قلنا التغيرات الهرمونيه ما الى ذلك ولسه بتطلع له حبوب الشباب. اول حاجه في العلاج اللي نعرفه انه العلاج لازم يكون داخلي. مفيش علاج لحب الشباب ابدا عن طريق دهانات خالص. الدهانات لها دور بس دور محدود جدا. العلاج الداخلي مهم جدا، لازم كبسولات بالفم. وكل معظم الامراض الجلديه كده تقريبا، مفيش مرض جلدي بيعالج من خلال كريمات ومراهم. دي الفكره شائعه جدا وخاطئه جدا عند الناس. الأمراض الجلدية لازم تتعالج من خلال دواء بالفم، ودواء بالفم لشهور شهور، يعني مش أسبوع ولا أسبوعين، لا ده بتحتاج شهور من العلاجات الداخلية، تاخد شهور. العلاج يا إما مضاد حيوي أو مضاد للبكتيريا من نوع معين الدكتور الأمراض الجلدية بينقيه، بحيث يمنع تراكم البكتيريا على الدهون ديت، لان الدهون دي اكتر حاجه تعملها تيجي عليها نوع من البكتيريا. والبكتيريا دي برضو عاوزين نصلح فكره، مش معنى وجود بكتيريا ان دي مرض معدي. ساعات تقول لي مثلا ايه انا جات لي وبعدين اختي جات لي، لا هي انتوا وارثين القابليه الوراثيه والبشره الدهنيه كاخت اختين، لكن مش حب الشباب ده عدا اخت عاديته بعض، لا مفيش عدوى خالص. يعني حب الشباب ده مرض غير معدي على الاطلاق خالص، مش معدي نهائي.
لكن هو هي بتبقى عندها قابليه وراثيه ان بشرتها دهنيه وقابله تطلع لها الحبوب زي اختها. بس هنا اذا كانت طلع في اختين جنب بعض او ساكنين في بيت واحد بيبقى ناتج للعامل الوراثي وليس العامل العدوى. فالبكتيريا بتحتاج مضاد للبكتيريا بالفم لمدة طويلة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى بعد ما الحبوب تروح. وطبعا المريضة بتاخد أنت مجهود كبير جدا تقنع إزاي حاجة على جلدي كده وأقعد أخد حاجة لمدة أربعة أشهر. هو كده، لأن لو ما خدتوش لمدة أربعة أشهر طب قول لي حاجة أدهنها وخلاص، لا ما فيش حاجة اسمها كده. لازم المريض الدكتور هو اللي يقود المريض للصح مش العكس. يعني ما نستسهلش. الحاجة التانية في العمود التاني في العلاج ممكن دهانات وصابون مضاد للبكتيريا ودهانات مضاد، لكن لازم الكبسولات. بشكر دكتور حامد. الحقيقة لسه عندنا برضو كلام عن حب الشباب بشكل خاص، وعندنا برضو أيضا الأمراض الجلدية التانية اللي عايزين نغطيها مع حضرتك النهاردة في حلقتنا، وعلاجاتها إيه ونقدر نسيطر عليها بأي شكل. لسه مكملين حلقتنا، لكن نروح لفاصل صغير ونرجع مع حضراتكم نكمل كلامنا مع دكتور حامد. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، ولسه مكملين كلامنا عن علاج حب الشباب، الموضوع المؤرق جدا زي ما قلنا كده المرحلة بتاعت الشباب، وزي ما دكتور حامد حتى وضح لنا في الجزء الأول من الحلقة أن ممكن كمان تيجي في أعمار مختلفة أو متعددة، ممكن حتى في سن أكبر. لسه مشرفني في الاستوديو، لسه مشرفنا في حلقتنا النهاردة نغني عن التعريف الأستاذ الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة. مشرفنا مرة تانية دكتور حامد، وبرحب بحضرتك مرة تانية. دكتور حامد، لسه برضو عايز أكمل معاك على علاجات حب الشباب واللي هو موضوعنا النهاردة، وأنا أظن أن هو فارق مع كتير أو من الناس اللي بيتفرجوا علينا النهاردة. حضرتك شرحت لنا بعض العلاجات، في علاجات أخرى لحب الشباب؟ في بقى لما خصوصا في الأعمار اللي احنا اتفقنا عليها اللي في سنة 30 و40، هنا بقى ما بقتش فترة مؤقتة بتاعت المراهقة فهكتب لها مضاد حيوي من نوع معين لحد ما تعدي الفترة دي بسلام. لا، هنا طبيعة البشرة نفسها بقت هي المشكلة. يعني عدت فترة المراهقة وفترة دخول الهرمونات في الجسم وعندها 29 و30 و40 سنة وعندها دمام المؤرقاها، مش معقول كل ما يطلع لها دم لا اقعد اديها مضاد حيوي. فانا كده هأثر على الجسم بتاعها، هأثر على الكبد، هأثر على الكلى، هأثر على كذا حاجة. في الحالة دي بنعكس بقى، بندي حاجة تخلي الإفرازات الدهنية ما تطلعش أصلا، تخلي طبيعه البشره نفسها تتغير. طالما انا بقى طبيعه البشره هتفضل المشكله معاها طول عمرها، ما كانتش مرتبطه بس بفتره البلوغ. يعني الناس اللي عندهم حبوب بتستمر بعد سن ال 20 او ال 22، هنا انا اتاكدت خلاص ان دي هتفضل تطلع طول عمرها. يعني انا مستني زي ضيف ثقيل كده ومشي ويمشي، لا لقيت الضيف الثقيل ده قاعد عندي في البيت قاعد بقى، لا لازم اتعامل معاه بقى، مش هقدم له كوبايه شاي وخلاص لحد ما يمشي، لا ده قاعد، فلازم اتعامل معه هو نفسه شخصيا بقى مع البشره الدهنيه دي. ففي كبسولات معينه بنديها بجرعات معينه بعد تحاليل معينه لمرضى معينين، وبتخلي فعلا البشره تميل للجفاف، تخلي الحبوب ما تطلعش اساسا. وهنا بنقول للناس انه طالما الادويه دي تحت اشراف طبي ومن خلال دكتور متخصص في الامراض الجلديه هو اللي كاتبها لك، ما تقلقيش منها خالص، هي بتجيب نتيجه حلوه جدا وبتبقى الحل الجذري لمعاناه طويله جدا، سنوات طويله مع الحبوب، لان الحبوب دي مش مجرد بس الشكل ده، بتبقى دمام مؤلمه جدا وبتطلع في اماكن مختلفه من الجسم، ساعات بتطلع في الكتف وتشوه شكل الجسم تماما وفي الذراعين، وساعات بتطلع تحت الابط، وساعات يعني الحقيقه مزعجه جدا، بتزعج المريض تقريبا. بيقولي انا تقريبا ما بخفش من ايام ما كان عندي 20 سنه، بقى عندي دلوقتي 39 سنه ولسه ما بخفش من الحبوب دي. هل استخدام الصابون، يمكن نسمع كتير مثلا في الصيدليات عن صابون الكبريت او ما الى ذلك، الكلام ده لسه موجود يا دكتور؟ لا الحقيقه الكلام ده صابون الكبريت ده كان بيستخدم زمان كماده مضاده للبكتيريا. بس طبعا ريحته سيئه جدا، من اسوء ما يمكن. المريض اذا استعمله
مرة لا يمكن استعماله المرة الثانية، وبقى قديم جدا. دلوقتي الصابون الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا بقى كتير جدا ومنتشر، حتى مش في الصيدلات، حتى في السوبر ماركت، وبروائح مختلفة وبألوان مختلفة، يعني تقدمت صناعته جدا جدا جدا، بحيث بقى هو يعني حتى المريض بتستخدمه نتيجة لأن ريحته حلوة أصلا أو لون الصابونة حلو، يعني غيروا من شكل أو مفهوم الصابون الطبي خالص. صحيح، ما بقتش الصابون الطبي هو الصابونة اللي فيها كبريت وريحتها وحشة وملهاش ما فيهاش بيرفيوم وكده، لا بقى في انواع والوان ورائحة بشكل كبير وواسع. فدلوقتي ما بقاش في احتياج خالص ليها. طيب دكتور، يعني بتهيالي ان احنا عندنا مشكله تانية بتظهر وهي الاثار الناتجه عن حب الشباب، نقدر نسيطر عليه ونعالجه، وبعد كده ممكن يتبقى شويه حاجات. ايه الاثار اللي ممكن تظهر او تبان بعد اختفاء حب الشباب، وازاي نقدر نعالجها؟ تمام، الاثار دي ساعات هي بتؤرق، خصوصا في البنات والسيدات بتؤرقهم اكتر من الحبوب نفسها. صحيح، او ساعات تيجي البنت، انا بنبسط لما بشوفها بتبقى جايه عندها حبوب كبيره وكده، بنبسط لما الاقي ما عندهاش ولا حبايه، بس هي ما بتبقاش مبسوطه. صحيح، لانه كل حبة من الحبوب دي سابت بقع مطرح. انا ببقى انبسط لان المرحله الاولى من العلاج خفت الحمد لله، والبقعه دي سهله. البقعه دي لها كذا حل، ممكن لو كانت خفيفه او واخده مساحات قليله مش كتيره بنبتدي بيها ببعض الكريمات الطبيه، برضو مش الكلام الفارغ اللي هو تبييض الجسم، كريمات تبييض الجسم وتبييض البشره اللي بتتعلن في النت، لا، كريمات طبية تحتوي على مواد طبية فعلا بتؤثر على اللون الغامق. تمام، دي في المرحلة البسيطة من الحبوب. واحدة تكون جات لها الحبوب بصورة بسيطة وما قعدتش مدة طويلة، سايبة لون خفيف كده، بنبدأ معها شهر شهر ونص علاج بالكريمات اللي هي الطبية، ونحط تحتها كذا خط المضادة للون. هنا كريمات مش طبية، علاج دوائي زي ما قلنا في العلاج بتاع حب الشباب نفسه. بعد كده ما تحسنتش بنبتدي نعمل تقشير. أبسط أنواع التقشير، هو فكرة التقشير في إيه؟ البقعة دي بتبقى زي حاجة محطوطة فوق الجلد كده، فأنا لو قشرت الجلد بطريقة مقننة أعمل تقشير لطبقة سطحية منه، فالتقشير ده بعد أسبوع الطبقة دي هتقع وتاخد معها إيه؟ البقعة السطحية دي. صحيح، بحيث الجلد يفضل سليم. دي تنفع في البقع السطحية، تجيب نتيجة حلوة قوي. بتبقى بس الجلسة دي بتتعمل في العيادة من خلال استخدام بعض المواد الكيماوية اللي من ضمنها أحماض الفاكهة، بس بتركيزات طبية مخصوصة معينة، بنحطها على الأماكن دي بطريقة معينة، والبنت بتروح في ساعتها على طول، طبعا من غير بنج ولا حاجة. في خلال كام يوم كده بتلاحظ ان في قشره اتكونت، القشره دي بنبقى عين الله عشان ما تتخضش. القشره دي بتبقى الطبقه السطحيه من الجلد بتقع بالايه؟ بالبقعه ديت، فتلاقي جلدها بقى ناعم وكويس وتخلصت من البقعه دي. دي افضل انواع التقشير. بعض الحالات بقى، بعض الحالات اللي بيفضل فيها اللون غامق او مش راضي يستجيب للتقشير الكيميائي، ممكن الليزر نعمل له يعملها تقشير اعمق شويه. يتبقى بعد كده بقى الاثر اللي هو الاثر الغائر او الندوب، يعني بعض الحفر كده، حفره صغيره، دي ممكن عن طريق الليزر، بس الافضل دلوقتي من الليزر واسهل واحسن، لان الليزر بيعمل ايه؟ بيعمل قشره جامده بنسميه فراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر ده بيعمل قشره سميكه قوي وتقع، تقع فبتخلي زي ما تكون عملت صنفره في الجلد. الاسهل والاحسن وما يعملش لون، خصوصا في منطقتنا العربيه او في الشرق عموما بشرتنا خمريه او قمحيه، الليزر الحرق بتاع الليزر فيها بيسيب اثر غامق اكتر من، يعني ممكن يضر اكتر ما يفيد. ان احنا الفيلر اللي بنحقنه في التجاعيد بتاع الجماعه تخس مثلا، دول الخطوط دي تبقى باينه، بنحقن في كل نقطة من النقط الغائرة دي بنحقن لها نقطة فيلر بس كده، ولا تقشير ولا ليزر ولا أي حاجة، ولا تبقع ولا تعمل حاجة. بس عيبها الوحيد أنها بتحتاج أنها تتكرر كل سنة مرة، لكن طبعا دي من الحاجات الجديدة. لما تكون الندوب محدودة وصغيرة بنحط نقطة فيلر تحت كل ندبة من دي ترفع الجلد لفوق بس كده.
تبقى لطيفة جدا يعني. بس ده يا دكتور حمد ينفع برضو في الوجه؟ دايما عارفين ان حبوب الشباب اكترية وجودها دايما في الوجه فعلا، فبنخاف من اي علاجات، وعشان كده عايز اعرف حضرتك برضو تطمنا اكتر على فكره العلاجات اللي بنتكلم عليها في الوجه برضو بتبقى مظبوطه. هي بقى دي فايده الفيلر في الندوب. يعني المريضه مثلا بتعمل ليزر، الليزر بيعتمد زي ما قلنا بيعمل تقشير جامد قوي، بيعمل قشره سميكه والقشره دي بتقع، بس هو على ما يحصل كل ده بيحصل نوع من الالتهاب، الالتهاب في الجلد اللي هو قمح شوية، عيبه الأساسي أنه ممكن يترك لون داكن، فتيجي البنت تتضايق زيادة. يعني يبقى عندها ندوب لون، وبعدين الندوب دي عشان تعالجها تلاقي بقى فيه بقع، تيجي تعالج البقع تلاقي بقع تانية. يعني الموضوع بيبقى الفيلر في الندوب بيبقى مستو في إيه؟ أنه لا يمكن يبقع الجلد من تحت الجلد، وبتلاقي نتيجته في ساعتها على طول. انما التاني في الفراكشنال ليزر بيعتمد انه يعمل قشره سميكه جدا وتقعد في البيت اسبوع وما تعرضش للشمس، والقشره دي تقع وفي حتت تقع منها وحتت لا، وممكن ما تديش نتيجه حلوه. الفيلر بيدي النتيجه في ساعتها، الحته اللي داخله جوه دي بندخل بطريقه معينه جواها بالابره كده بنحركها تحت الجلد، بحيث هو الجلد بيبقى لازق في الندبة دي لجوه شوي، فبنعمل حاجة اسمها ريليس، بندخل بالإبرة من غير بنخلي الجلد حر الحركة، عشان لما نحقن الفيلر في الحتة دي الجلد يرتفع بقى ما يبقاش لازق لتحت بس. فطبعا دي ميزتها زي ما حضرتك قلت، تنفع قوي في الوش، تنفع في الندوب، المريضة مطمنة جدا ان هي على اسوأ رفوض لو ما جابتش نتيجة مش هيحصل ضرر ليها ولا بقع ولا حاجة. خلينا ناخد مع حضرتك برضو في اخر حلقتنا كالعادة اسئلة الناس. او يمكن المشاهدين اللي بيبعتوا لنا، والممكن تكون اتغطت في نطاق او في وقت الحلقة بتاعتنا والمناقشة بتاعتنا، بس برضو نعرف منهم. بنرحب جدا بكل المشاهدين اللي بيبعتوا لنا على برنامج صحتك بالعربي على صفحتنا على الفيسبوك اي اسئله، بنوعدكم ان احنا نرد عليها مع المتخصصين. سؤالنا الاول او الحاله الاولى يا دكتور حامد، شخص بيقول ابني عنده 16 سنه لكن وشه مليان حب شباب، ايوه كمان بشرته دهنيه جدا، جربنا علاجات كتير مش نافع، هل ممكن يكون السبب نفسي؟ الناحية الأسباب بقى يعني. هو السؤال ده مهم. الناحية النفسية ممكن تزيد من الحبوب، لكن برضو نرجع مرجوعنا للعلم ونقول ان لولا ان البشرة دهنية ومحتاجة علاج بمضاد حيوي بالفم لمدة شهور ومضاد حيوي موضعي لمدة شهور، لو قلنا الناحية النفسية بس عمره ما هيخف. ممكن الناحية النفسية بتزيد من إفراز الغدد الدهنية زيادة شوية، لكن لو هو بشرته جافة وتعرض لأسوأ ظروف نفسية لا يمكن تطلع له حباية واحدة. فالسبب النفسي لازم نحطه في الحسبان ولازم ناخد بالنا منه في البيت خلاص، وخصوصا ان حب شباب نفسه هو نفسه بيترك أثر نفسي سيء أصلا، لكن ده لا يعفي من العلاج الجلدي السليم، يزود لكن مش هو العامل، مش هو السبب الأساسي. لا طيب، برضو عندنا حالة أخرى، بنتي في ثالثة جامعة، حب الشباب مالي خدودها مسبب لها إحمرار وبالتالي إحراج، إيه الحل في ده؟ الحالة اللي زي ديت لما تكون بالصورة الشديدة دي بندي النوع التاني من العلاج اللي قلناه في النص التاني من الحلقة، اللي هو بيعتمد على تجفيف البشرة، مش مجرد مضاد حيوي بسيط بس بالفم لمدة شهور، لا، الدواء التاني اللي بنقول إنه آمن جدا وما نقلقش منه، اللي هو مشتق من فيتامين ألف، اللي بيؤدي إلى أن البشرة تميل للجفاف وبالتالي تسيطر على الحبوب من أساسها، من خليش بشرتها أصلا دهنية. سؤال أخير عن شخص بيقول عندي حب شباب في وشي ورايح مصيف، وزي ما حضرتك قلت برضو موضوع الحر أو الحرارة أو الشمس الجامدة، هل أنا ممنوع من نزول حمام السباحة عشان الكلور بيزود حب الشباب؟ يعني هنا عندنا نقطتين، نقطة بتاعت الحرارة ونقطة أيضا هو عنده المخاوف الحقيقية ناحية النزول حمامات السباحة عشان فيها كلور، وبيقولوا أن كلور ممكن يزود حب الشباب. تمام، اللي بيزود حب الشباب هي الحرارة والرطوبة بتاعت الشمس، فبننصح الأخ اللي مسافر المصيف ينزل عادي خالص، ما يحرمش نفسه من البحر ولا البسين ولا المصيف ولا حاجة، بس بيستخدم سان بلوك،
السان بلوك او الواقي الكريم الواقي من الشمس يستحسن يستخدمه في صوره سائل، في سائل وفي كريم، لان بشرته دهنيه الكريم الواقي من الشمس مش هيبقى مناسب له، فهيجيب من الصيدليه سائل واقي من الشمس ويستخدمه قبل ما ينزل البحر او قبل ما يطلع في الشمس عموما. حتى لو مش هينزل البحر وقاعد على البلاج بس قاعد على ضفه البسين من غير ما ينزل لازم يستعمله، لان الشمس فعلا هتزود الحبوب. النقطه الاخيره اللي هي هل الكلور بيزود الحب الشباب؟ لا طبعا ما بيزودوش، مش دعوه خالص عشان السباحه تقول عم السباحه خالص، هي اللي بيزودوا الشمس والرطوبه بس. نصيحة أخيرة دكتور حامد، يعني يمكن النهاردة حلقتنا كانت عايز أقول دسمة جدا عن فكرة حب الشباب وعلاجه، سواء الأثار المترتبة على حب الشباب أو العلاج حب الشباب نفسه، لكن زي ما دايما نقول عن الوقاية وقد إيه أهميتها، عايز حضرتك نصيحة أخيرة لكل الشباب المقبلين على مرحلة الشباب، نعمل إيه عشان ما يجناش هذا النوع من أهم نقطة الاهتمام بأن أي حباية أو أي إصابة عندك في الجلد من الاول خالص تتعودي انك لازم تروح الدكتور امراض الجلديه، ما نحطش ماسكات ما نحطش كريمات ما تحطش وصفات خالص من النت ولا من اي حته. الوسيله الوحيده لعلاج حب الشباب او الوقايه منه هي من خلال الدكتور المتخصص في امراض الجلديه، ويكتب لك دواء تجيبيه من الصيدليه فقط، لا من الوصفات اصدقائك ولا من النت ولا من الانستجرام ولا مش عارف من اللي هي أخصائية تجميل البشرة ولا أخصائية نفسية للبشرة وكل الدجل اللي بنشوفه اللي بيحاصر بناتنا وفتياتنا طول الوقت من السوشيال ميديا. بنشوف حاجات وهمية كتير قوي، وواحدة تقولك أنا مش دكتورة بس بدي نصائح للبشرة، أنا مش دكتورة بس بدي نصائح للعناية بالبشرة. كل الكلام الفارغ ده طبعا ما فيش حاجة اسمها محدش يتكلم يديكي أي نصيحة، حتى كلمة نصيحة دي مش مظبوطة، النصيحة لازم تكون طبية برضه، لأن يعني ممكن توديكي يديكي نصيحة تودي في داهية. صحيح. يعني ممكن. بس مش خبرة أصلا، مش علاقات اجتماعية يعني. لا تمام، ده دي حاجة بنقعد 20 30 سنة ندرسها، ما ينفعش واحدة تديكي نصيحة ممكن في الإتيكيت، تمسكي الشوكة بالسكينة إزاي في المطعم، تطلبي الطلب إزاي، دي نصائح اللي ممكن متقبلة، لكن نصيحة في تعامل مع بشرتك اللي هي عضو من أعضاء جسمك زي القلب زي الرئتين. صحيح. ما ينفعش فيها نصائح، دي عايزة دكتور فقط. وزي ما دكتور حامد دايما الحقيقة بيقول، كل مريض ليه حالته الخاصة جدا. تمام. اللي من خلال الفحوصات وحاجة داخلية ممكن تكون هي اللي مديها حبوب برا، يعني في مليون حاجة معقدة جدا. النصائح دي نخليها لطريقة الأكل في المطعم، لكن العلاج بتاع البشرة أو أي حاجة لها علاقة بالبشرة تبقى دي من خلال الدكتور بس. ما ينفعش علاجات تكون موحدة لكل لا المرضى. يمكن طبعا. لا طبعا، كل مريض بحالة خاصة. أيوة، حالة خاصة بي. بشكرك دكتور حامد الحقيقة. أمليش. طبعا موضوعنا زي ما قلنا هو فعلا دسم ومفيد، لأن فكرة العلاجات هي مش بصورة عشوائية، ومش تمام. بصورة بنتنقلها ولا تجارب ولا وصفات ولا تجارب ولا خبرات ولا خبرات بيكتسبوها بالوقت. لا طبعا. كل حاجة فيها كشف، فيها فحص، فيها تشخيص، ومن خلال التشخيص نقدر نوصل للعلاج المناسب لكل شخص وكل مريض. بشكر جدا ضيفي في حلقة النهاردة الأستاذ الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة. بشكر حضرتك وجودك معنا. شكرا دكتور مرة ثانية. مشاهدينا بشكركم جدا لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم لحلقة النهاردة، وعلى وعد بموضوعات طبية مفيدة كثيرة قادمة في حلقات قادمة مع برنامجكم صحتك.